Audio Jungle. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناتكم، قناة مامي فيردا. الموضوع اللي بغيت نشارك معكم إخواني هما هاد النباتات الجميلة، مثل نبات الجزانيا. هذا نبات خارجي محب للشمس، وأيضا هاد النبات هذا يحب أشعة الشمس المباشرة باش الزهور تفتح كباقي النباتات المزهرة. طبيعة الحال ضروري من أشعة الشمس المباشرة لكي الزهور تكون في كامل النمو ديالها. وهاد الجزانية عندها زهور، عندها ألوان عديدة ومتنوعة، الأصفر الأحمر، وبعد النبات كنشوفوا الزهرة فيها أكثر من لون، وهذه هو الجمال ديال الجزانيا. ما يمكنش تدوز من جانب الجزانيا وما تقولش سبحان الله، لحقاش عندها واحد الجمال فتان. وكذلك البيتونيا، البيتونيا لا تقل جمالا عن الجزانيا، مثل بحال الجزانيا تهما الزهور ديالها عندهم اكثر من لون، اللون الاحمر، البنفسجي، الوردي، الابيض، وشي نوبات كنشوفوا جوج الوان حتى لثلاثه الالوان في زهره واحده. البيتونيا اذا كنت من محبي النباتات فلا تحرم مجموعتك النباتيه من هاد النباتتين الجزانيا والبيتونيا، لحقاش فعلا يستحقون ان يكونوا في المجموعه النباتيه ديالك. وايضا البيتونيا هي كتبغي اشعه الشمس المباشره ولا تحب التيارات الهوائيه، او لا يعني في البلاصه من اللي غنحطوها فيها تكون اشعه الشمس وما يكونش تيار هوائي. وايضا في السقي ضروري ما نتابعو ما نسقيوش الزهور، لحقاش الزهور شفافه و حساسه، لا سقينا الماء مباشره فوق الزهور كتعرض للاتلاف. لذا خصنا فاش نسقيو في الاسفل يعني عند الجذور، وبطبيعه الحال حتى كينشف السطح ديال التربه. ايضا اللي بغيت نشارك معكم هما هاد النباتات الجميله، نباتات الظل. بعض النصائح بحال مثلا اللي بغيتي تكون عندك واحد النبات الظل وينجح معاك، خاص ضروري تلتزم تحطه في واحد المكان مضيء وما يكونش عنده تيار هوائي، او لا تحت المدفاة. وايضا نبقاو حيت شي نوبات نبات الظل يقدر اما تكون مزهر او لا غير مزهر، يعني يكون الزينة ديالو كتكمل في الاوراق. اللي خصنا نعتنيو بهاد الاوراق، تكون عندنا واحد الاسفنج او لا واحد الورق مبلل نمسحو من فوق الورق ومن تحت الورق باش نحيدو دوك الغبار ونوفروا ليه الاشعة تاع الضوء اللي كيحتاج. وايضا الاناء اللي كنحطوه فيه خصو يكون عنده فتحات باش الماء الزائد يتسرب وما يوقعش واحد تعفن الجذور ومن بعد تموت معاك النبته لا قدر الله. وايضا هذا النبات الظل بطيء في النمو ديالو، لذا ما خصناش نبقاو نبدلو من مكان لمكان، يكفي يتكيف مع واحد المكان خصنا نخليوه فيه باش ما يتعرضش للاتلاف ويتعرض للصفرار وايضا الموت لا قدر الله. اترككم في رعايه الله وحفظه، وما تنسوناش من الدعم ديالكم، لايكاتكم، اشتراكاتكم وتعليقاتكم المحفزه اللي تخلينا نعطوا الاحسن والافضل. فرجه ممتعه مع باقي الشريط، والصلاه والسلام على خير البريه. والصلاة والسلام على